ما بعد. حديثنا بإذن الله جل وعلا من خلال هذه الجمعة الطيبة المباركة يكون عن الحج رحلة إيمانية، لنتعرف من خلال هذا العنوان عن الرحلة الإيمانية لإخواننا الحجيج، والرحلة الإيمانية لمن لم يكتب له حج البيت في هذا العام. أحبتي في الله، لقد أكرم المولى جل وعلا هذه الأمة بأن فرض عليها الحج وهو في العمر مرة واحدة، حيث يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. إذن الحج معناه في اللغة القصد إلى معظم، ومعناه في الشرع أعمال مخصوصة تؤدى في زمان مخصوص في مكان مخصوص على وجه مخصوص. أي إن الحج هي عبارة عن أعمال وأركان وفرائض وسنن تؤدى في مكان واحد، لا تجوز إلا في هذا المكان، وفي زمان معين لا يخرج عن هذا الزمان. كذلك أيضا هذه الأعمال لا زيادة فيها ولا نقصان. يبقى الحج عبارة عن أعمال بتؤدى في زمن مخصوص، الذي يقول فيه رب العزة جل وعلا: الحج أشهر معلومات. والأشهر المعلومات هي شوال، ذو القعدة، والعشر الأوائل أو ذو الحجة. هذه الأشهر المعلومات التي تؤدى فيها فريضة الحج. إذن الأقوال المعلومة في المكان المعلوم، ألا وهو: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذه الأعمال تؤدى في هذا المكان الذي هو أول بيت وضع على الأرض للعبادة وللسجود. قيل بأن الملائكة قد أقامت هذا البنيان قبل وجود آدم بألفي عام، وقيل غير ذلك، ولكن كلمة أول بيت وضع أي لم يضعه إنسان، هذا هو المفهوم اللغوي. إذن وضع هذا البيت للناس عامة، كل من قال لا إله إلا الله. كان بمحازاته أيضا البيت المعمور في السماء السابعة، وضع هذا البيت حتى يجتمع حوله العاصين فيعودوا تائبين، المذنبين فيعودون مغفورا لهم، الباكين فيعودون مسرورون. ببكة، وهو المكان الذي أقيم عليه هذه، أو البقعة الطيبة الذي أقيم عليه هذا البنيان. ومكة قيل هي المسجد وما حوله من المباني يسمى مكة. وأما بكة هي المعنى اللغوي، هو المكان المزدحم بالناس مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات واضحات ظاهرات. مقام إبراهيم، وهو الذي قال فيه رب العزة جل وعلا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذا مقام إبراهيم، وهو الحجر الذي كان يقف عليه الخليل إبراهيم عندما على البنيان
فقال لولده ائتني بحجر حتى أقف عليه لأعلي البنيان. فمن كثرة الوقوف على هذا الحجر كانت علامات لقدمي الخليل إبراهيم، فكان هذا المقام ملتصقا بالبيت. فلما جاء الفاروق عمر أخره إلى جهة المشرق. مقام إبراهيم مصلى، أي بعد أن يؤدي المعتمر أو من يطوف حول الكعبة سبعة أشواط يتأخر عن خلف هذا المقام ويصلي ركعتين، وكل الحرم خلف المقام، نصلي في أي مكان يكون خلف المقام بإذن الله جل وعلا. ومن دخل هذا المكان كان آمنا من كل شيء. هنا يقول رب العزة جل وعلا عندما رفع الخليل إبراهيم البنيان وأعلاه هو ولده إسماعيل، ينادي رب العزة جل وعلا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، نادي يا إبراهيم وقل إن الله قد ابتنى لكم بيتا فحجوا إليه. وما يبلغ صوتي يا رب؟ قال عليك النداء وعلينا البلاغ يا إبراهيم. فوقف الخليل إبراهيم ونادى في الناس، فكما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم خفضت الجبال رؤوسها ولبت الأرواح في الأجساد والذر حتى لبت الأرواح التي في الأرحام، فمن لبت روحه سوف يأتي لهذا المكان، ومن لم تلب روحه فلم يذهب إلى هذا المكان، وهذا هو قدر الله في عباده. يأتوك رجالاً على الأقدام سيراً حباً لهذا المكان، يأتون إليك على راحلتهم وقد أضمرت بطون الرواحل أو الراحلة من الجوع من كثرة وطيلة الطريق وما المشاق التي تقطعها الإبل أو أي شيء آخر، تأتي جائعة بطونها، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. لماذا؟ ليشهدوا منافع لهم. يبقى أهم نقطة هنا ليشهدوا منافع لهم، المنافع اللي ربنا اداها للحجيج، الأمور الطيبة اللي ربنا اداها لأخونا الحاج اللي هيروح بيت الله الحرام هذا العام. أعطاه كل شيء يروق لباله ويروق بباله، وأولها من حج فلم يرفث ولم يفسخ رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. قال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فقالها ثلاثا. سكت المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم رد على هذا الصحابي الجليل لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فدعوه. إذن نادى المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي لم يحج طيلة عمره إلا مرة واحدة، اعتمر أربع عمرات وحج حجة واحدة ألا وهي حجة الوداع، ينادي في أصحابه إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. يقف أحد الصحابة ويقول أنا حج في كل عام يا رسول الله، ويكررها ثلاثا، فيرد المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه لا، إنها مرة واحدة في العمر كله، مرة واحدة تكفيك أخي الحاج أن تعود من هذا المكان كما ولدتك أمك. هذا للحاج
أما غير الحاج، الحاج قد أتى بمال من الحلال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. تزود بما يروق له في دنياه حتى يحصد ما يتمناه لأخراه، فما كان منه إلا أنه أحضر الزاد وأحضر العتاد والراحلة من المال الحلال، لأنه يعلم جيدا أن إذا كان حجه من المال الحرام يقال له لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك، عد إلى بلدك مأزورا غير مأجور. فهو بذلك يحضر المال الحلال حتى يقبل الله منه حجه. أما أنت يا أخي في مكانك هذا، يجب عليك أن تتقلد بأخيك الحاج الذي يلبس ملابس الإحرام، وربما تكون كفنه، ربما يكفن في هذا الملبس، يترك الدنيا بما فيها ليذهب إلى الآخرة، يترك زخرف الدنيا ليذهب إلى المثوى الأخير بالنسبة له، يترك الذنوب والآثام ويذهب إلى المغفرة والرحمة. أنت كذلك يا أخي، اترك الدنيا بما فيها ودع ما فيها من زخارف، وخذ منها ما يحلو لك لتقابل بها ربك، لتقابل بهذا الأمر المولى جل وعلا. دع الدنيا لصناعها، دع الدنيا لطلابها، وخذ منها ما يكفيك، فإن أخذت من البحر ما هو زائد ستموت، وإن أخذت من البحر ما يروق لك ستحيا عيشة هنية. كذلك الدنيا إن انغمست فيها أخذتك حتى تغرقك وتميتك، وإن أخذت ما يكفيك كنت أنت الفائز بها. هذا الذي أعد ماله من الحلال، انظروا إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يقول: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة ومعهم حسنات كجبال تهامة بيضة، فيجعلها الله هباء منثورا، فيقوم ثوبان ويقول: يا رسول الله صفهم لنا، صلى الله عليه وسلم، جلهم لنا ألا نكون منهم. قولهم لنا من هم دول؟ هيجوا يوم القيامة معهم حسنات زي جبال تهامة بيضة، جبال تهامة حسنات، وفي لحظة يبقوا هباء منثور، ما فيش ولا حسنة معاهم. قل لهم علينا أحسن نكون منهم وإحنا ونحن لا نعلم. قال: هم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل ما تأخذون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هم منكو فيكو إخواتكو وبني إخوانكم ومن جلدتكم، وبيصلوا معاكو، بيدخلوا المسجد معاكو، بيأكلوا بيشربوا وبيناموا زيكم، وبيقوم الليل معاكم، ولكن إذا وقفوا بينهم وبين أنفسهم مع الدنيا ورأوا كل ما حرم الله عليهم وخلوا بعيدا عن الناس انتهكوا محارم الله. هؤلاء يأتون يوم القيامة وليس معهم حسنة واحدة. يأتي زمان على الناس لا يبالي المرء من أين اكتسب، أمن حلال أم من حرام. يأتي زمان ووقت على العباد، يأخذ الرجل المال لا يدري هذا المال من الحلال أم من الحرام، المهم أنه يجمع المال، ويأتي
بالفتاوى التي تحلل الحرام لا يبالي من أين اكتسب، من أين أطعم أبنائه وبناته، وهو لا يدري أنه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن ماله من أين اكتسب وفيما أنفق، عن علمه، عن عمره، عن شبابه، عن ماله. كل حاجة تسأل عنها مرة واحدة، إلا المال هتسأل عليه مرتين. هتسأل جبته منين وديته فين. اعمل لليوم اللي هتدخل القبر مش هينفعك فيه حد، لا مال ولا ولد ولا زوجة ولا منصب ولا جاه ولا سلطان. هتدخل القبر وحيد، هتدخل مكان مظلم، هتغسل على كفنة الغسل لا حركة لك ولا قوة، مش هينفعك حاجة أبدا. كل اللي جمعته هتسيبه، كله هتسيبه، وهتلقاه في القبر إما منيرا بأعمالك وبقرآنك، وإما مظلم بسيئاتك. ادعوا الله في السر وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين. هذا هو الصادق المصدوق الذي يقول: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. أخونا الحج قبل ما يمشي يسدد ما عليه، ليس فقط من المال، يسدد عليه ما عليه من الظلم، ما عليه من البغي، ما عليه من الطغيان، ما عليه من الحقوق. إن كان قد أكل حقوق، إن كان قد ظلم، عليه أن يتحلل منه اليوم. أنت كذلك عليك أن تتحلل من مظلمتك اليوم. شاب شعرك وانحنى ظهرك وضعف بصرك ووهنت قوتك ولم تستطيع قدماك على حملك، فماذا تريد؟ ماذا أنت صانع لغدك؟ ما الذي يروق له بالك حتى تنتهي مما أنت فيه من الظلم، حتى ترد مظالم العباد؟ أأنت أفضل من المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي وقف أمام صحابته الكرام وقال لهم: من ظلمته، من أكلت ماله، من سببت عرضه، فهذا مالي فليستخد منه، وهذا عرضي فليستخد منه. أأنت أفضل من المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي وقف أمام الصحابة يناشدهم ويتودد إليهم: من أكلت له مالا فليأخذ ما أكلته، ومن شتمت له عرضا فهذا عرضي فليأخذ حقه. فأنت كذلك يا أخي، كل شيء سيزول، كل شيء سيفنى، ليس غير الله يبقى. فلماذا العناد؟ لماذا الكبرياء؟ لماذا لا تتواضع لإخوانك؟ لماذا لا تتذلل لربك؟ لماذا لم تعطي زوجك أو ابنك أو ابنتك أو جارك الحقوق التي سلبتها؟ سيأتي يوم تريد أن تسد هذه المظالم فلم تستطع. سدد ما عليك اليوم، سدد ما عليك اليوم قبل أن يأتيك الموت. فالموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. ما الذي دهاك حتى تنسى الموت؟ ما الذي جال بخاطرك أنك ستعيش؟
أنك ستخلد، أنك لست، لأنك لست بالكبر أو بالسن الكبير الذي سيموت. لا يا أخي، الموت لم يرحم شاباً ولا شيخاً، الموت لم يرحم أحد. فعد إلى ربك في هذه الأشهر الحرم، في هذه الأيام الطيبة، تودد إلى ربك، تحنن إلى ربك، رد مظالم العباد. إخواننا الحجيج لا ينسون في الدعاء، كما أننا أيضاً لا ننساهم في الدعاء. أنتم كذلك عيشوا مع الله، توبوا من ذنوبكم واسألوا الله جل في علاه. الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت السيدة عائشة: لما وجدت طيب نفس من رسول الله، لما لقيت رسول الله حلو معايا، لما لقيت نفسه مفتوحة معايا، لما لقيته حلو ووشه منور معايا، ياريت كل واحد يبقى مع زوجته كده، ياريت كل واحد يبقى مع مراته تشكر فيه كده، ياريت كل واحد يعرف حقوق الزوجة كويس. لما لقيت وشه مبتسم ومبسوط معايا، قلت له: ادعو لي الله يا رسول الله، ادعي لي. يا سلام لما زوجتك تبقى راضية عنك وتقول لك ادعي لي، لأنها واثقة فيك أنك راجل مؤمن عارف ربنا ما ظلمتهاش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو مبتسما: اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أسلفت وما أعلنت. اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت، يا الله، وما أسرت وما أعلنت. فابتسمت السيدة عائشة وضحكت حتى مال رأسها على حجرها من كتر من حلاوة الدعوة. فضلت تضحك لما دماغها نزلت لتحت لحد حجرها كمان. فقال: أتضحكين من دعائي يا عائشة؟ قالت: ومالي لا أضحك من دعائك يا رسول الله، ليه ما أصرش وأبقى فرحانة أنك بتدعيلي؟ فقال: والله إنها يا عائشة دعوتي لأمتي في كل صلاة، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم حافظ على شبابنا، اللهم تحنن على شبابنا، اللهم احفظ شبابنا وبناتنا وزوجاتنا، واحفظ يا رب علمائنا ومشايخنا، واحفظنا بحفظك يا رب العالمين، واكتب لنا حجة مقبولة مبرورة يا رب العالمين، واكتبنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصل اللهم على سيدنا محمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.